أغنى رجل في الصين جاك ماي، والذي تقدر ثروته ب39 مليار دولار، يقول: لو وضعت نقودا وموزا أمام القروض، فإن القروض ستختار الموز لأنهم لا يعرفون أن النقود تشتري موزا كثيرا. لو عملت نفس الشيء مع أغلب الناس وخيرتهم بين مشروع وبين راتب شهري في وظيفة معينة، لاختار الأغلبية الوظيفة الشهرية، لأنهم لا يعرفون أن المشاريع تجلب نقودا أكثر من الراتب الشهري وتغير الحياة تماما. من الأشياء التي تجعل الناس فقراء هي أنهم لم يتعلموا أن يروا الفرص التي تأتي من المشاريع، لأن طوال حياتهم وهم يتعلمون في المدارس أن العمل دائما يكون من أجل الوظيفة الشهرية، وتعلموا أنهم بدلا من أن يعملوا لأنفسهم سيعملون لدى الغير. صحيح أن الراتب الشهري يمنعك من الفقر، لكنه يمنعك من الغنى أيضا. ولم أرى في حياتي شخصا يعمل من 8 صباحا إلى 3 مساء أصبح غنيا إلا إذا كان فاسدا.